هذه الطرق البدائية في الطهي والحصول على الغذاء عادت إلى الغوطة الشرقية لدمشق في سوريا من جديد. السبب ليس رغبة أو حنينا في العودة للطبيعة، بل حصار مطبق من قبل القوات السورية منذ 4 سنوات، حصار أجبر سكان دوما والمرج على العودة للزراعة وحلب المواشي لتأمين القليل من احتياجاتهم من الغذاء اليومي. نحن ما نزرع وناكل بايدينا بتاع شلون واولادنا وعيالنا ونسواننا كلياتنا، نحن بنزرع مشان ناكل ونشرب. عم نطالع المي بايدينا، ما في مازوت الله عم يدبرنا بتاع شلون بالدلو بالمتور بالديزل، المهم نزرع وناكل. ومع هذا لا تزال الحاجه للوقود ملحه، فالارتفاع الكبير في اسعاره بسبب الحصار وندرته يعيقان عمل بعض المضخات التي يستخدمها السكان في توفير مياه الشرب وسقاية مزارعهم الصغيرة. ونناشد الأمم المتحدة أنه تعيننا أو تضغط على النظام أنه يفك الحصار علينا. لتر المازوت ب2000 ورقة، وما عم يعني صعب صعب لتر المازوت ب2000 ورقة أنه بهالشكل هذا، أسعار خيالية كثير يعني. وبرغم الجهد الذي يبذله سكان غوطة دمشق إلا أنهم لم يصلوا حد الاكتفاء الذاتي، فإن استطاعت بعض المصانع الصغيرة والورش تأمين منتجات غذائية كالألبان، فإن الفقر المدقع الذي يعيشه السكان يحد من قدرتهم على الحصول على هذه المنتجات. الشغل ارتفع، الانتاج صارت تكلف كتير، علبة اللبن صارت تكلف كتير، واللبنة والجبنة صار شيء مكلف كتير، حتى عبء على المواطن صار ما عاد في. يعني وصلت أحيانا اللي ما عنده دخل ما يحسن يأخذ علبة لبن، إذا ما جاء من حدا قرايبه من حدا يعني يكون متبرع له ما يحسن يجيب علبة لبن. حال سكان هذه المنطقة وغيرها ربما يكون الأكثر قسوة مقارنة ببقية المناطق، فلا الحكومة تمكن سكانها من الحصول على المساعدات ولا تمكنهم من التحرك أو العمل لتأمين قوتهم اليومي.